قوله عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. العدو ضد الولي، والنتائج لو سلط عليهم عدو فيستبيح بيضتهم، والبيضة هي ما يوضع على الرأس لتتقى بها ضربات السيوف، هذا في أصلها. وأما معناها في الاصطلاح في هذا الحديث فقال بعض العلماء الجماعة، بمعنى أن يستبيح جماعتهم ومعظمهم. وقال بعض العلماء المراد من ذلك ساحتهم، فيكون المعنى ألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح ما حازوه من الأراضي، وإذا سلط عليهم فأخذ العدو منهم هذه الأراضي فإن الهلاك قريب منهم. والتعبير بالاستباحة يدل على ماذا؟ يدل على أن العدو إذا سلط على هذه الأمة فإنه يجعل القتل فيهم بمثابة الشيء المباح الذي هو بمثابة ما يعتاد فعله، فلا يستأنف ولا يأنف ولا يتعاظم ما يفعله في الأمة، بدلالة أنه يستبيح البيضة وهي المجموعة العظمى، إما منهم من عددهم وإما من أراضيهم.